السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كديرين بخير لاباس؟ الله يكبر بكم. تحياتي لكم داخل الوطن أو خارج الوطن. ما عندكم يونس حيدة كما تشوفوا، هذه هي مدينة الرباط. تحياتي لكم كاملين بدون استثناء، تحياتي للناس ديال الرباط. كما تشوفوا أخوتي، وعدتكم بالقصة اللي غنطرحوا على يوسف طباشير اللي هو كان صديق ديالي داخل الشيشن. المهم اخوتي، وعدتكم بالله غنعاودها في مدينه سلا. كي تشوفوا الاخوان، هذه هي مدينه سلا، وباش نعطيو القصه رونق خاص ديالها. وتنتمنى من الله تعالى الاعجاب ديالكم. وكما تشوفوا اخوتي، حنا قطعنا من مدينه الرباط الى الضفه الاخرى، هي مدينه سلا. وتنتمنى من الله القصه تكون تنال الاعجاب ديالكم، وحنا راه ما عمرنا ندخلوا عليكم بشي حاجه الخوت. وتحياتي لكم داخل الوطن او خارج الوطن، عند خوكم يونس حيدة. تحياتي لكم وتشكركم المتابعه اللي تتابعونا. واخا حنا هربنا شي شويه على الموضوع ديالنا اخوتي، تنعتذروا وتنعاود نكرروا الاعتذار، حيت ما بقيناش عاطينكم حقكم في القصص. وتنتمنى من الله تعالى تنال الاعجاب ديالكم هذه القصه هذه. وكما قلنا ديما شعارنا الله الوطن الملك. وكما تشوفوا اخوتي، راه مدينه سلا، راه لا بلاص ديال سلا. ونعاودوا القصه على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم خوت، كي دايرين بخير لاباس؟ هانيه، الله يكبر بكم. تحياتي لكم داخل الوطن او خارج الوطن. كما وعدناكم اخوتي بالقصه اللي غنعاودوا، تنطلبوا من الله تعالى تنال الاعجاب ديالكم، حيت حنا وعدناكم بالقصص وما نبقاوش غادي في التفاهه. نبداو على بركه الله. كان وقع لي واحد المشكل في 2017 مع واحد الشخص، وهنا فين يتم الاعتقال ديالي وغيهبطوني للشيشل نتاع مدينه مكناس اللي هو جلال جوج. وملي تيدخلوا الانسان للشيشن، إذا كان ضارب الحبس تيديوه بلاكة حمراء تصنيف ألف. هنا فين غيديوني أخوتي؟ الانفرادي، غيديوني الانفرادي. هاد الانفرادي دايرينو غير العناصر، هاد العناصر مجموعين فيهم طباشير، فيهم ألزا الله يرحمه، وفيهم الأطراسي، فيهم رماش، هاد العناصر فيهم بلوحوش، هادو كاملين مجموعين في داك الكارتي. دخلوني لداك الكارتي، داوني لواحد البيت اللي هو سيلو الجوج. بقيت قاعد تما، كاين كنا تنخرجوا للكور. هنا فين نتعرف على طباشير اللي هو الصديق ديالي، اللي ولي صديق ديالي. وجلسنا بقينا تنهضروا على المشاكل ديالنا، كدا هادي، انا كدا، انا سلا، انا هادي، انا هادي، انا هادي. كما تشوفوا الاخوان، بقينا تنضرو في الكور وتنهضرو، ولا صديق ديالي، واللي تمشي انا وياه ملي تيكون خارج هو للحمام تمشي انا وياه، ولا تنضرو انا وياه في الكور، وتنتعاودو على المشاكل ديالنا وعلى الهموم ديالنا. وواحد القضيه، ماشي طباشير صديق، ولكن ما تيثقش بزاف في الشاجين. وانا دوب بالله من قلت انا ثق فيا واحد الثقه اللي هي اخويه، واللي تمشيو انا وياه للحمام وتنحسن له الوجه ديالو ويحك ليه ويحك له. تولت بيناتنا واحد الصداقه اللي هي اخويه. هنا ملي بقينا خارج نهضرو، واحد النهار تمينا خارجين للكور، الاطراسي ما كانش يخرج من البيت ديالو، قليل فين تيخرج. واحد النهار هو يخرج للكور، ملي خرج اخوتي للكور تيتسطح مع من؟ تيتسطح مع يوسف طباشير بالكتاف، تزيدو في الهضره، ندير بحال نترك كدا هادي هادي. بقى طباشير تيقول راك ما طوخنيش، الاخر تيقول له كدا، انا ندير، انا الفعل، انا كدا. اللي ما قدروش الموظفه يدخلوا بينات هذا السيد وهذا الشخص هذا اللي هو الاطراسي ويوسف طباشير. وصلات العراك اللي هنا اللي تندخلوا كاننا ولاد مكناس وصديق ديالو، هنا اللي فكينا المشكل بيناتهم.
كاين المشكل بيناتهم في وسط الكور، انا وواحد الصديق لا داك الاسماء ديالهم، خو واحد الدري طارق اللي هو ولد مدينه مكناس، فكيناه ودخلنا بيناتهم. اللي ما قدروش المنطفه اصلا يتدخلوا في هذه المساله هذه، حيت راه جوج العناصر، لا بالك الا نهضروا جوج العناصر، راه ما يمكنش يدخل موظف الا ما جاوا موظفه بزاف وبالمانكويات وبعصيب وبزاف ديال الحوايج. حنا دخلنا نهينا الخلاف. المهم هنا في فيلاج جديد شبك الصداقه بيني وبين طباشير، نخرج انا وياه، نهضروا انا وياه، نجلسوا انا وياه. بعد خطرات كاع ما عرفتش شنو نديروا انا وياه بدون علم الموظفين. فعلا بقينا قاعدين، ضربت واحد ثلاث شهور ونص، حيت تما كاين بلاكه حمراء هي التصنيف، تيتسمى التصنيف، اللي ضرب الحبس خصو يمشي لبلاكه حمراء، واللي ما ضربش الحبس بلاكه صفراء. هنا فين تجي ضربت ثلاث شهور وشي حاجه، جاني التصنيف بقوه اللي هما صحابي والعشران ديالي، ما فهمتي، جاتني بحال اللي غيديوني لشي بلاصه بعيده واخا هكاك، حيت بنادم ملي تيضرب واحد ثلاث شهور الخوت تيولف على الانسان، عاد يحيدوك من تما عاود يديوك لبلاصه اخرى عاد تبدا اديبار. فعلا داوني لتما، دخلوني للكارتيه، داوني للسبعه، دخلت لواحد السيلون جلست. تنكتشف تما كاين في ديك الكارتيه كاينين الدراري، ماشي كاينين صغار في اللاش وكاينين بزاف الدراري صغار في اللاش، وكاينين اللي هما حباس عاوتاني شويه كبار شويه كدا، ما فهمتي، ما تيهضروش على شي حاجه اللي هي غتعمر بها الدماغ ديالك ولا غتفيد بها الدماغ ديالك. واخا رغم من ذلك كنتي مع دوك العناصر، الزا الله يرحمه، هذه شهاده اللي بغيت تشهد بها انت الزا، داك السيد اطيب خلق الله الله يرحمه، في هذا النهار صلى بالوقيته ديالها وحامل الكتاب في الصدر ديالو، وتينوض وتيخرج وتيأذن الظهر بظهوروس، الفجر المغرب، السيد متعمق بالدين، يدور في الكور والمينوط في يديه والمصحف الله، وتيدور حتى تيدخلو كلشي حتى تيخرجوه، وتيبقى يقرا القران، تيتكلم الظهر، تيأذن، عاد تيجيو يدخلوه. هنا خوتي فين قلت لكم هيهزوني، داوني لديك السبعه، داوني لواحد الكارتي هو السبعه، ودخلت لواحد السيلون واش 15 ولا بحال هكا 15، دخلت داك السيلون 15، تلقى فيه غير الدراري الصغار، ماشي الدراري الصغار، تقريبا عندهم ديك 27 سنه، 26 25 21، اللي هما ماشي هما الدماغات اللي كنت معاهم انا، اللي تيهضروا بشي حاجه الجديه والمعقول. جلست ضربت تقريبا واحد 6 ايام، جلست ديك 6 ايام، ملي تنخرجو للكور تندورو في الكور، الحشيش كان تتباع في الشراجم، وتنشوف انا الدراري غير صغار هما اللي تيبيعو ديك الحشيش، مدورينها وقاعدين بحال اللي ما كاينش قاع حتى شي مسؤولين تما كاين. هنا فين غطيح لي واحد الفكره، اللي انا غنجيب الحشيش علاش؟ باش انا الاصدقاء ديالي خصني نرجع ليهم. نط بقيت تنبيع الحشيش، جبت الحشيش بعتها بلا ذاكر، عاد نقولوا شكون اللي جاب الحشيش ولا كذا، جبت الحشيش بقيت تنبيع، وانا ماشي جايب الحشيش على اجل الماده او اجل كذا، انا خصهم باش يردوني عند الاصدقاء ديالي اللي عندهم دماغ كبير وتيفهموك وتيهضروا بواحد المستوى اللي هو لائق، ما كاين تخسر الهضره، ما كاين تستافد منهم بشي حوايج المعقول، الناس صاربين عقلهم. بقيت تنبيع، جاو وصلوها شاف كارتي لا داك الاسم ديالو، قالوا له راه فلان تيبيع وهذه 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 وهذه. فعلا ثلاث صوره خوتي، الصباح داك رئيس المعقل مشى ديك راه شاف كارتي، ديك راه رئيس المعقل، رئيس المعقل شي ديك راه المدير. نهار الحد في الصباح تنشوف المدير
والزبانيه كامله شايه. انا كنت نعس ديك الساعه تحولت للبيت 24 وراه كاينين بعض الاصدقاء اللي شاهدين على هذا الشيء. هذا تكتشفت تجي تمو جايين الموظفين بالزبانيه ديالهم، خرج 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 هنا. قال لهم المدير فينا هو وحيده، قال له هو، قال لي تتبيع لي الحشيش هنايا. قلت له الحشيش تتباع عندك في الشراجم، حنا اللي تجيبوا لنا رزقنا والدينا وتشريوها منا. هو يقول لهم هذا دابا تديوه غتمنطوه، داوني من 8 الصباح وانا ممنط حتى للسته د العشيه وانا معلق هكا. راه ما تنكذبش عليكم اخوتي، شي حاجه اللي واقعيه راه واقعيه فعلا. بقيت ممنط حتى للسته د العشيه، جا رئيس المعقل هضر مع المدير قال له هذا غيرجع للكارتي فين كان، هما يردوني للانفرادي واحد وانا نفرح الله. بعدا عباد الله ملي تما مدخليني وكذا وهادي بقات يقولوا لي يوناس يوناس يوناس، عقل تما كاين شويه ديال الفكاهه وشويه تقبض في الدراري وتضحك مع الدراري. الناس طايبه بالحبس، راه كاين بلاد ما عندهم مؤبد في اعدام في بزاف ديال الحوايج. المهم فرحت، مابقاش انا هماني انا لا واتمان طول ما نتمانات، انا خصني نرجع عند الاصدقاء ديالي. حتى تنكتشف في الله طباشير تعيط ليا من البيت، ايو ناس ايو ناس ايو. قلت له انا رجعت العشير، داوني فعلا لواحد البيت جلس. الصباح تحل علينا، خرجنا للكور بقينا قاعدين تنهضروا، ما كان مسخوط. قلت لهم سمعوا انا راه ما كاين حتى شي حاجه، قلت لهم راني جبت الحشيش بالعاني عاله وعلم باش نبيعها باش نرجع معاكم. تما كاين اخوتي راه ما نقدرش نعيش، علاش؟ كاينين دراري صغار ما تقدرش تتواصل معاهم. واش انت تهضر على الشرق هو تيهضر لك على الغرب؟ مازال عاد السيد باغي يتصاحب، مازال تيهضر لك على صاحبته، مازال خليت كذا، هذاك الشيء غير تفاهات. فعلا رجعت بقينا قاعدين انا وياه، كانت باقيه لي تقريبا تقريبا شي 31 يوم، باقي لي شي شهر. ضربت مع هذيك المده اخر 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 هضره غنهضرها مع خويا طباشير الله يذكره بخير وتلبس راحه في هذا النهار. هذا هي قال لي واش غتمشي للحمام؟ قلت له نمشيو. خرجنا مشينا للحمام، تحممنا، حسنت له، حس ليا، جلسنا بقينا تنهضرو شويه، عاوتاني دخلونا للبيت ديالنا. من البيت عاود خرجنا في العشيه حتى تنكتشف الا المدير ما غيدوز عليهاش. وتقريبا بقات لي شي 24 يوم هي اللي كانت باقيه ليا. حتى تنكتشف عيطوا لي ترونسفير لمدينه خنيفر، انا قاعد في البيت ديالي حتى عيطوا لي يونس حيده نوض قرا عندك ترونسفير غدا جمع حوايجك. ويلي كيفاش انا باقي لي 24 يوم وغنخرج وهاد الناس تيقولوا كتمشي لخنيفر؟ بقيت تنعيط ديك الساعه تيكونوا مسدودين البيبان، اطباشير اخويا راني غدا غيهزوني راه غنمشي، ما عرفت فين غادي، ما عرفت فين تيقولوا لك فين غتمشي. ما يمكنش يقولوا لك انت عندك ترونسفير جمع حوايجك غدا ترونسفير، ما يقولوا لك فين تمشي او ازيلا او كذا او كذا، لا جمع حوايجك هي جمع حوايجك. قلت له راه قالوا لي جمع حوايجك راه ما عارف فين غنمشي. قلت له راه ما عارفينش فين غنمشي. فعلا لا غدا لا جمعت الصباح حوايج، جاو حلوا علينا موظفين، جمعت الملايات ديالي، جمعت المسائل ديالي، خرجوني على برا. وبنهار الجمعة كانت عندي الزيارة بنهار الجمعة، بقيت قاعد تما كاين تيقلبوا الحوايج والسلعة والسكر وداك الشيء، كل شي حاجة ديال الممنوعات. فعلا وصلنا للملايات، هذوك الملايات اللي عندي انا اكثر من تقريبا عندي الملايات، عندي تقريبا شي 10 الملايات او 11 الملاية. ملي وصلنا لكدا شوف بقوة التكعرير اللي هذاك المدير هذاك الاسم ديالو راه ديما تيدخل سكران على الموظفين و تيدخل على المشاشن ديما سكران، راه هو عارف راسو. المهم انا رجعنا ل 2017 راه هو معروف. فعلا خرجنا دار فيا ديك هكا، قال لهم الملايات يتنقصوا. كيفاش هاد الملايات يتنقصوا؟ قالك عندكم حق تديو جوج د الملايات، ملايات الغطا وملايات الفراش. اش هادشي استاذ وكذا؟ واش حنا دابا حنا غاديين كيفاش حنا خنيفرة؟ قالك والو غتديو هادشي كامل سكارة غير معايا انايا، مع
مشاو دوك المشاجن في الطريق ديالي حتى انا، حيدوا لنا الملايات، صيفطونا بجوج الملايات. انا كنت نقول باقى لي 24 يوم ما يمنيش. وصلنا الخنيفره، حتى هنا وصلنا الخنيفره، الدخله اللي غندخلو اول حاجه اللي غتقال اول منطقه باش غنطق رئيس المعقل ديال خنيفره شكون هو وحيد. قلت له انا، قال لي دوز انت بوحدك هكا. بقاو تيقلبوا دوك الناس، سالوا من دوك الناس، دخلت هما يعيشوا عندي شي تقريبا شي 7 أو 8. قال لي هادشي ديالك راه جايب معاك في الدوسي. الحشيش فينا هي؟ الا عندك الحشيش جبدها ولوحها هنايا، وديك الساعه ندخلوك للكارت. انا ما عندي لا حشيش لا والو، قلبوا. قلت له انتما قلبوني، انا ما عندي لا حشيش لا حتى شي حاجه، وزي زيدو راني جاي ترونسفير، ما يمكنش غنجي ترونسفير وغنجيب معايا الحشيش. 6 د الموظفه أو 7 د الموظفه تيقلبوني تيفليوني، السليب ديالي تيمشيو معاها هاك، وانا فري ما عندي حتى شي حاجه. المهم قلبوني ومسائل، داوني كارتي تأديبي. هذاك كارتي تأديبي مجموع فيه نيتي العناصر ضرب الروح هكدا. دخلنا، انا ما تنعرفش اول خطره غنجي لخنيفره، تنشوف داك العالم الما لا علاقه مع الواقع، ما ملي تتشربوا بحال اللي فيه ريحه الحوت. المهم واحد، المهم دازت علينا، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد، ما ديناش الحبس بزاف، دينا 24 يوم معايا اللي بقات ليا. جلست ديك 24 يوم لكن جلست مع الدراري، مع كانوا دوزين معنا شي خنيفريين لا داكن الاسماء ديالهم لا ما جبدوهم، تلاقيناهم تعاملوا معنا داروا معنا اللقيطه. انا قاعد حتى تنكتشف الموظفه رئيس المعقل والمدير جايين عندي و تيسولوا فينا هو يونس حيدر. انا اجي معانا، خرجوني اش كنتي تدير في الكور مع الوقيته الفلانيه. قلت لهم تنتريني، قالك ما بانت لك تمشي انت تحت الكاريطه وتريني. تسمع استاذ نقولك واحد جوج الهضرات، انا هنايا راه ما عندوش اللي يجيب لي الحشيش او نهضر مع شي واحد يمد لي الحشيش. انا ملي جيت لهنا راه جايب 24 يوم، انا جايب 24 يوم استاذ، ما يمكنليش غنجي وندير غندير خواط هنا في السجن وانتم قاطعينها. تما كاين جوان اللي كماه او اللي شمو او اللي شافو تتخرجوه تقتلوه. انا جايب 24 يوم استاذ، وهاد الناس هادو اللي تيعمرو عليا راكم نتوما عارفينهم، راه غير حاسديني علاش نخرج تنتريني وتنكدا. قال لي شحال بقات لك المدير؟ قلت له بقات لي تقريبا شي 11 يوم، انا جايب معايا 24 يوم. قال لهم هذا غتحيدوه من هذا الكارتي غتديوه لواحد الكارتي اخر. داوني لذاك الكارتي، راه لا قلت هذا الموطباس راه غيعرفوه المشاجر. داوني للكاريطه المسكونه، كارتي الكاريطه المسكونه، هذيك الكاريطه ما فيهاش حتى شي واحد، حتى شي واحد تيقولوا فيها الجنون. جلست تما بقيت قاعد، عاود دخلوني على واحد الناس ما تنعرفهم ما والو، قليل ما كاينش اللي تعرفو تما. تتشوف واحد العالم مختلف على العالم ديال الشجون، بنادم تي ياكل ويدور الحيط، واحد الجو اللي كهرب. المهم بعدا هذيك العشر ايام الاخرى ماشي بحال اللي دازت عليا او كذا، انا عندي خيري عندي رزقي عندي الدي معايا كلشي، ما يمكنليش غنوقف اون بان ولا داز ديك سميتو. بقى لي النهار ديال لاكلاس، نهار ديال لاكلاس اخوتي باش لغدا لي غنخرج. تنكتشف بالله جاي رئيس رئيس المعقل وشاف كارتي، تيقول لك فينا هو التليفون اللي عندك. الله اودي انا تليفون، انا ما عندي لا تليفون لا والو، نتوما عندكم تليفون تما بلي كارت وكذا. اه فينا هو التليفون؟ قالوا لنا عندك تليفون. قلت لهم قلبوا لي حوايجي وما قلبوني، انا راه ما عندي لا تليفون لا والو، وزيدوا شحال باقى لي؟ باقى لي نهار وغندير التليفون. المهم زعما هما تيبغيو باش يبتزوك باش دير شي حاجه، المهم ما عندهمش فضل انت تخرج ولا كذا، المهم باغيين يدوزوك بطريقه اللي هي من غير مباشره. قلت لهم راه ما كاينش، بقاو موقفيني عاوتاني. وأوقاف جيت البيرو ديال شاف كارتي وسير عند رئيس المعقل
راه اسمع قلت السبت كذا بحال اللي كنت داير شي جريمه اللي هي ما تتصورش للانسان. هذه هي الحكايه ديالنا. وخرجت هذاك النهار، المهم خرجت ردوني ديك النهار في البيت الصباح تيخرجوني لا كلاس صافي. دزت الكريف، هزيت الفلوس ديالي، هزيت حويجاتي المسائل ديالي، تخرج بحال هادي. هذه هي خوتي القصه اللي بغيت نعاود لكم على يوسف طباشير اللي هو الصديق ديالي. واش نقول لكم، تنطلبوا من الله تعالى تنا الاعجاب ديالكم، والحمد لله تدوز مع شي ناس اللي الحمد لله. واخا تشوف الانسان هكا تقول هذا راه الحبس وكذا المسائل، تلقى الانسان طيب من داخل اللوفو ديالو، تلقى انسان طيب والناس وناس معقولين يكتب عليهم الله تعالى داك الكتاب اللي غيدخل فيه هو الشيء. خوتي تنتمنوا من الله تعالى تتمنى الاعجاب ديالكم القصه، وان شاء الله راه مازالين جوج القصص ان شاء الله دابا نطرحوهم. وكما شفتوا خوتي حنا راه في مدينه سلا، وقطعت الضفه الاخرى باش نعاود هذه القصه على الاخ طباشير. تنشكركم اخوتي داخل الوطن او خارج الوطن، ومن طنجة حتى للكويره، تطلب من الله تعالى تكون نالت الاعجاب ديالكم هذه القصه هذه. وتنشكركم اخوتي الى قصه اخرى ان شاء الله، وتسناو لنا الجديد. وديما شعارنا الله الوطن الملك. تحياتي لكم الاخوان، والله يكبر بكم. كما تتشوفوا اخوتي هذه هي مدينه الرباط، كما تتشوفوا مدينه الرباط، وهذه هي مدينه سلا. كما تتشوفوا الكود المعزه تاع الاخ طباشير، جينا البلاد ديالو وعاودنا هذه القصه هذه. علاش؟ صديق ونعم الصديق. وكاع الانسان اللي تتشوفوه فهاد المساله هذه اخوتي، كما تتشوفوا فهاد المساله هذه اللي تسمع بنادم عنده مؤبد اعدام داير فعل، اقسم بالله العلي العظيم ومن هذا المنبر تنقول لا اطيب خلق الله دوك الناس. واش نقولك المكتب، راه اي واحد يتعرض للمكتب خوتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى، الى قصه اخرى ان شاء الله. وديما شعارنا الله الوطن الملك. وتحياتي لكم خوتي، وتنطلبوا من الله تعالى تنال الاعجاب ديالكم. بيس مع اخوكم يونس حيده، الى فيديو اخر ان شاء الله. تشكر.